هاي يا جماعة، فيديو جديد النهاردة. وتعلمت ايه من دكتور كريم علي؟ صراحة دكتور كريم علي كان احد الاضافات العظيمة اللي انضافت في حياتي، ان انا طبعا يشرفني ان انا اعمل له فولو واتفرج على كل فيديوهاته، سواء على قناة دكتور علي او على قناة فكر تاني. بصراحة الاثنين اضافة عظيمة جدا جدا، وحاجة مفيدة جدا سواء للصحة سواء للنفس، لكل الانظمة في حياتك لازم تتابع دكتور كريم علي. انا متابعة دكتور علي من سنين كتيرة جدا، من كان لسه عنده زي 100,000 فولور على القناة بتاعته، دلوقتي ما شاء الله فوق 5 مليون، عقبال يا رب. هنتكلم على مشروعه الجديد، معسكر هارمونيكا. بصراحة يعني انا ابتديت اعيش باللايف ستايل اللي دكتور كريم مصممه في معسكر هارمونيكا. ايه فكرة معسكر هارمونيكا؟ فكرة معسكر هارمونيكا اللي دكتور كريم علي عاملها، ان هو ان انت ترجع للطبيعة. احنا اتخلقنا في الطبيعة، اللايف ستايل الحديث خلى الانسان عامل زي المكنة شغالة 24 ساعة، حتى لو مش شغال او عاطل بتلاقي ان انت دماغك شغالة، لان انت محطوط في نمط حياة في السيتي لايف ستايل. فالسيتي لايف ستايل ده هتخلي دماغك على طول مصدع، على طول تعبان، على طول حاسس ان انت مشغول، على طول بيجيلك ويروح ويجي الاكتئاب. فمعسكر هارمونيكا كان من احد احلى المبادرات اللي دكتور كريم علي اطلقها. ليه؟ اول حاجة لان احنا من فترة للتانية لازم نرجع للطبيعة. ليه؟ لان احنا كبني ادمين عندنا ايموشنز، والايموشن دايما بتتحكم فينا. فدايما المرض العصر الحديث اللي هو اكتئاب، هتلاقي الطفل عنده اكتئاب، هتلاقي المراهق عنده اكتئاب، هتلاقي شاب عنده اكتئاب، واحده فوق ال30 وال40 عندها اكتئاب، بيروح وبيجي بيروح وبيجي، وفي للاسف ناس بتنتحر بسبب الاكتئاب. طيب ده بسبب ان نمط الحياه الحديث او الحالي سريع جدا، احباطات كتيرة جدا، مش عارفين تتزامنوا، مش عارفين تلاحقوا على اللي انتوا بتشوفوه على السوشيال ميديا. طيب فكرة معسكر هارمونيكا ان انت ترجع للطبيعة. طيب مش كل الناس هتقدر تنضم لمعسكر دكتور كريم. هو بصراحة اختار احسن مكان في الكرة الارضية، من احسن الاماكن في الكرة الارضية، وهي تركيا، لان تركيا تعتبر في السنتر، قريبة جدا من اوروبا ومصر والدول العربية، سواء السعودية، الاردن، لبنان، ليبيا، الجزائر. يعني بصراحة وميزة تركيا كمان ان هي بتمتاز بطبيعة خلابة جدا يا جماعة. صراحة انا قعدت في تركيا شهرين، انبسطت جدا، انا كنت رايحة على اسبوع، قعدت شهرين في تركيا. الاسعار رخيصة جدا، الشوبينج متوفر، انت مش رايح عشان تعمل شوبينج بس، في الاساس انت رايح عشان ايه؟ تراجع نفسك، تندمج مع الطبيعة، وترجع تاني تعيد السيستم بتاع جسمك للديفولت اللي انت اتولدت بيه، او الاساسي. يمكن انت اتولدت اصلا في المدينة بس انت محتاج ترجع للطبيعة، لان دي فطرة البني ادم اول ما خلقنا على الكرة الارضية. طيب لو دلوقتي انت مش مناسبك او مش متاح، او مش كل الكرة الارضية هتروح تنضم لمعسكر هارمونيكا، هتشوف اقرب مكان ليك، يعني سواء الريف المصري، سواء الريف المغربي، سواء الريف الاوروبي، whatever انت فينك من الكرة الارضية، هتلاقي مكان قريب من من بلدك، موجود في بلدك، ريف طبيعي، في جبال، في بحر، في انهار، في غابات، في شلالات. فانت لازم الفترة التانية تروح للاماكن الطبيعية دي عشان تبقى انسان طبيعي. فانت عشان تبقى انسان طبيعي لازم تعيش وسط الطبيعة، يفضل اطول مدة ممكنة لو انت مش قادر ان انت تستقل، او ان انت تروح تعيش فوريفر في المكان الطبيعي ده. هتحتاج كل شهرين ثلاثة لازم تعمل ريسيت لحياتك ونمط حياتك والاسلوب اللي انت عايش بيه، سواء ان انت بتصحى كل يوم الصبح عشان تروح الشغل، تركب مواصلات، تقابل نفس الاشخاص، استرس الشغل، ترجع تاني في الحر، عرقان، حران، جعان، مواصلات، ترجع البيت مفيش كهرباء، مفيش مياه، whatever ايه المشاكل اللي بتقابلك على مدار اليوم. فلازم كل فترة والتاني ترجع للطبيعة. بالنسبة لي انا رجعت للطبيعة ان انا اشتغلت في سنين طويلة جدا جدا جدا، حوشت شوية فلوس حلوة، فده سمح لي ان اسافر لمدة طويلة، ان انا اقدر اتحرك ما بين بلد والتانية، بشتغل اونلاين،
فده دايما بعمل سبوتنج، او ان انا لما بروح الديستنيشن بتاعتي دايما في اماكن فيها طبيعه وشلالات وخضار وفريش اكسجين، لان دي الحاجات دي فور فري موجوده، ربنا خلقك وخلق الحاجات دي ليك كبني ادم، فلازم تستخدمها بصورتها الامثل، لازم تستنشق اكسجين نضيف، لازم تشوف كميه الخضار اللي حوالينا. في المدينه انت بتشوف بيوت، بتشوف سطوح، بتشوف اللي هي الاطباق بتاعه الدش، كلها حاجات ارتفيشال سيمنت. لازم ترجع للطبيعه، لازم ترجع للطبيعه. فانا كانت عندي خطه محددها ان انا اشتغل سنين كتيره على قد ما اقدر، احوش فلوس على قد ما اقدر. طبعا حوشت فلوس كتيره جدا، ما كنتش بروح على الكافيهات، ما كنتش بروح اعمل شوبينج، ما كنتش بروح ادور على السيل، ما كنتش بدور على الفاشون، ما كنتش بدور البراند الفلاني نزل احدث شنطه ثمنها 5000 8000 جنيه النضاره الشانيل، لا انا كنت بحوش، كنت بصرف بس على ان انا اشتري منتجات اكل نظيفه، اطبخ لنفسي، اعيش في جو مستريح. طيب اول ما حسيت ان انا البادجت بتاعتي تسمح لي ان انا اسافر واطلع واشتغل اللي انا بحبه اونلاين، سافرت. رحت فين؟ جيت على بالي. ليه بالي؟ لان بالي فيها طبيعه خلابه يا جماعه، يعني ما اقولكوش، فيها شلالات، فيها غابات، فيها انهار، فيها بحار، فيها بركان، فيها جبال، فيها كل حاجه. فبالي بالنسبه لي كانت الانطلاقه، يعني المكان ان انا اقدر اعيش فيه وسط الطبيعه وانا مبسوطه، اصحى الصبح اشوف خضار، اصحى الصبح الاقي بحر، اتمشى على البحر، لو مكتئبه شويه او متضايقه او متعصبه لاي سبب، يعني الانسان يعني مش بيقدر يضغط على الزرار عشان ينسى اللي حصل في حياته قبل كده. ممكن تصحى من النوم مش مبسوط، تروح تتمشى على البحر شوي. فلازم من وقت للتاني تتجهوا للطبيعة. انا النهاردة الصبح قلت ايه، خلاص انا عازمة نفسي على نفسي، هروح اتمشى شوية زي الانسان القديم، كان عشان ياكل كان بيروح يصطاد. فمش لازم نمط الحياة يبقى بالعربية والدليفري والنمط السريع، النمط السريع ده بيجيب اكتئاب يا جماعة، لازم ترجعوا تاني للطبيعة والحياة البطيئة. عشان كده انا بحب السفر البطيء، انا بحب لما اسافر اروح اقعد في المكان اعيش فيه، امتص كل الكالتشر والبوزيتيف فايبز بتاعت المكان واتعلم عن المكان. فبالي بالنسبه لي كانت مكان جميل جدا، لان فيه انا بمارس الباشون بتاعي، الشغف، الحاجات اللي انا بحبها. اللي عارفين ان انا دكتوره بيطريه، بس عندي هوايات كتيره جدا بحب امارسها واشتغل عليها واكبرها وانميها وتبقى كمان مصدر دخل ليا. فقلت النهارده انا هصحى الصبح، انا عايزه اتمشى شويه، اروح اشتري كوكونات فريش، كوكونات بصراحه بالي من احلى الكوكونات اللي دقتها في حياتي، حاجه كده الكترولايت كده على الصبح، يعني تاخد كميه فيتامينز ومينرال كده بيور. فقلت اتمشى وارجع تاني، ده يعني ده على سبيل المثال. فاحنا بندي مثال على فكره معسكر هارمونيكا، وبصراحه من احلى المبادرات اللي تم اطلاقها وان انا شفتها حاليا، لان فعلا ان احنا ندعو البني ادمين او الانسان حاليا ان هو يرجع للطبيعه، دي حاجه لازم تكون موجوده في حياتنا، في الفاكيشنز بتاعنا زي ما احنا بنخرج ونسافر وكده، بس لازم تروحوا للطبيعه. فلازم تعملوا سبوت، تبقوا عارفين عندكم خطه ان انا هروح المكان الفلاني، لو انا مش قادر اسافر معيش فلوس طيران، معيش فلوس ان انا اشتري تيكت، هضطر ان انا اشوف اقرب مكان ليا في البلد اللي انا عايش فيها واروح اقعد فيها اسبوع 10 ايام على حسب امكانياتك. اخترت بالي كمان عشان انا من احد الباشونز بتاعتي ان انا ابقى مدرسه يوجا. وبصراحه اليوجا، بس يا جماعه مش الناس كلها فاكراها قاعده وتامل وقاعده ما بتعمليش حاجه بس بتفكري، لا، اليوجا صعبه جدا جدا، لان انت بتتعامل مع جسمك، انت بتعمل حركات، بتكتشف ان انت كبني ادم هيكلك العظم مش قادر يشيل وزنك. اليوجا بتساعد على التخسيس كتير جدا جدا، بتخليك نشيط، بتخليك متفائل. الناس اللي فاكره القعده والتامل دي حاجه سهله، دي حاجه صعبه جدا. انت هتلاقيك ان انت حتى وانت بتصلي ما بتعرفش تتامل او ان انت تركز في اللي انت بتقوله، دماغك هروح فين وهاجي منين وعندي مشوار الفلاني ومفروض انا عملت ده صح وعملت ده غلط والمشكله اللي في الشغل، لا هتلاقي كل حاجه بتيجي وقت ما انت قاعد كده بتفكر ان انت تتامل، هتلاقي كل حاجه بتيجي على دماغك، تمام. ففكره ان انت تتامل
دي فكره صعبه، واللي انت يعني احنا بنحتاج نعمل عليها براكتسنج. يعني انا كيوجا تيتشر انا بحتاج اعمل عليها براكتسنج كتير جدا، ببدا ب 10 ثواني 20 ثانيه 30 ثانيه لغايه دلوقتي، يعني بحاول ان انا اوصل لدقيقه، بحاول يعني ان انا اقعد كده دقيقه من غير ما افكر في ولا شيء. فده حاجه كان من احد اهدافي، ان انا اروح اقعد في مكان جنب الطبيعه امارس فيه الباشون بتاعي اللي هو اليوجا، اعمل الروتين بتاعي. فزي ما دكتور كريم اطلق معسكر هارمونيكا، لازم يكون انت كمان عندك معسكر هارمونيكا في حياتك. فانت لو مش هتنضم ليه لازم تدور على سبوت، اقرب سبوت ليك تقدر تعيش في الطبيعه من فتره لتانيه، كل شهرين ثلاثه على الاقل. يا جماعه لازم كل 3 شهور تروح تقعد في مكان في طبيعه خلابه، ده بيساعدك على الاسترخاء، بيجدد طاقتك، بيسحب منك كل الطاقة السلبية المختزنة جواك. هتلاقي ان هو يعني عمل باك، يعني عمل افكت عليك، هيفيدك في المستقبل. فلازم كل فترة والتاني تروح للطبيعة. من احد الحاجات الحلوة جدا جدا في اتعلمتها من دكتور كريم في متابعتي للحلقات بتاعته او الفيديوهات بتاعته، كان في احد الفيديوهات كده قال يا جماعة البنات بالذات، اسمعوني قربوا كده، البنات لو ما لقيتش الانسان المناسب ليها مش لازم تتجوز، هي مش كمالة عدد، لازم تختاري الشخص الصح. فانا يعني انا بصراحة كنت بتفرج على دكتور كريم، انا عارفة ان هو متجوز فكان حلمي ان انا اقابل شخصية او ارتبط بحد بنفس شخصية دكتور كريم او قريب منه، واحد طموح عنده باشون عنده هدف، انسان بوزيتيف، انسان رياضي، انسان عنده ثقة بنفس رهيبة. دكتور كريم يا جماعة عنده ثقة بالنفس فوق الجبل، يعني انتوا يعني لازم تطلعوا توصلوا لجبل الهيمالايا فوق عشان يعني تعرفوا تلحقوا الثقة بتاعته. ثقته جامدة جدا بنفسه مهما تعرض من نقد، اذى، سجن، لسه كان مسجون قريب، whatever، عنده ثقة وايجو. انا بيعجبني الراجل اللي هو يعني عنده ثقة يا جبل ما يهزك ريحة. فدكتور كريم قال لنا ان مش لازم ترتبطي باي حد عشان هو اي حد، عشان انا اتجوز والحق قطر الجواز وعشان اجيب العفش واجيب الشقة واجي اخلف العيال. لا، لازم تصبري لغاية ما تكتشفي نفسك الاول، تعرفي ايه الشخصية اللي انت مناسباكي. اولا لازم تحطي لنفسك هدف، لازم يكون عندك خطة، لازم تفهمي نفسك انت الاول، لازم تشتغلي على نفسك كتير جدا عشان تبقي انسانة ناجحة، زوجة ناجحة، حتى ام تبقى ناجحة في حياتها. ما تبقيش تتبعي القطيع اللي هو لازم اتجوز عشان اجيب عفش عشان اخلف عشان واتبع القطيع. ما تتبعوش القطيع، اعملي انت القطيع بتاعك، اعملي انت الخط بتاعك، اعملي انت الباز، اعملي انت الكارير بتاعك، اعملي كل حاجة الاول، اكتشفي نفسك الاول، حطي الاساس بتاع نفسك، خلاص بقيت حاجة بعد كده وانا ماشية يعني بعيش حياتي، بكون حياتي، بنجح في حياتي وانا ماشية على الطريق اللي انا مصممه لنفسي عشان انجح واوصل للي انا اوصله. هتلاقي في الطريق وقت ما انتي ماشيه كده هتلاقي الانسان المناسب ليكي، اللي بيكمل الباشون بتاعك، اللي بيكون فعلا نصك التاني. فدي كانت من احلى الحاجات اللي اتعلمتها من دكتور كريم. مش اي راجل، مش اي بنت تاخدها والسلام، هي مش كماله عدد، هو مش باص واحنا في فرد ناقص فاحنا لازم نحط الفرد ده. لا، انتي خليكي ماشيه في حياتك، وقت ما تقابلي الشخص المناسب اوكي هتقابليه في الوقت الصح، بس اهم حاجة لازم تقابليه بعد ما تشتغلي على نفسك وتكوني شخصية وتكوني حاجة واثقة من نفسك، فتجيبي الشخص او تضيفي الشخص ده في حياتك، فهتبقوا انتوا الاثنين حاجة واو. دكتور كريم زي ما هو مسمي نفسه طبيب الحياة، وبصراحة انا عجبني اللقب جدا، لان فعلا الحياة يا جماعة زي ما بيقولوا حياة مدرسة، فاحنا كنا محتاجين للمدرسة دي كمان، مش مدرس، احنا محتاجين طبيب كمان. فكان اللقب بتاعه بصراحة عجبني جدا، لانه فعلا انا اتعلمت منه حاجات كتير جدا. يمكن انا ماجستير كيمياء حيوي، فكان بالنسبة لي كل حاجة بيقولها كانت مدروسة ومفهومة، بس عارفين لما تذكروا الدرس وتمارسوه. فدكتور كريم لما كان بيتكلم على الفيتامينز مينرال، بيتكلم على الصحة، بيتكلم على المركب الفلاني، بيتكلم على بذور الشيا، بيتكلم على الكركم، بيتكلم
الحاجات دي كلها انا درساها لان انا ماجستير كيمياء حيوي، فكان بالنسبه لي سهل ان انا القط المعلومات، بس ان انا اسمع المعلومه من دكتور كريم بعد ما هو كمان طبق الحاجات دي كلها على نفسه، لان دكتور كريم بحس ان هو ما بيقولش حاجه غير ما يكون مارسها على نفسه وجربها على نفسه، يعني عامل نفسه كده زي مش عايزه اقول زي فأر تجارب، بس هو بيجرب على نفسه كل حاجه الاول ويشوف الافكت بعد كده يقول لنا. فدي يعني ممارس، انسان ممارس الحاجه، انسان مجرب الحاجه. فمن ضمن الحاجات اللي هو يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب، فهو طبيب ومجرب، فاحنا يعني ضربنا عصفورين بحجر ان احنا ناخد النصيحه من حد متعلم، من حد دارس، من حد ثقه، من حد فعلا مجرب الحاجه دي على نفسه وشاف تاثيرها. تالت بوينت اتعلمتها من دكتور كريم، الجسد. يعني ايه؟ اتعلمت ازاي ااكل جسمي صح، ازاي ادخل الاكل صح، ازاي اكره الجانك فود. انا دلوقتي يا جماعه فعلا ما بعدتش يعني بحب خالص اكل بره، انا باكل بره لما يعني مثلا كل فين وفين لما يبقاش ليا نفس اطبخ، تمام؟ ولما بروح حتى في الاوف داي بتاعي في اليوم الفري والله العظيم بروح بروح الريسترا بطلب اكل صحي، لان خلاص الاكل الفرايد ده انا بقيت بحس ان هو يعني لما بشوف اكل مقلي انا بحس بقرفه، يعني بفتكر كلام دكتور كريم عن الاكل الفرايد وقد ايه هو ضرر. من احد الحاجات برضو اللي دكتور كريم قالها ان يا جماعه مش لازم تكون فوق الخمسين والستين وتدخل المستشفى. مين اللي قال؟ يعني احنا ليه دايما مبرمجين عقلنا؟ ودي حاجة خطر جدا ان انت تبرمج عقلك ان انت لما هتكبر لازم هكون في المستشفى. لا، انا عايزة اوصل للتسعين والمئة سنة من غير ما اروح المستشفى خالص. انا بدل ما اروح المستشفى اروح الجيم. يعني مثلا لو انا عندي ستين سنة و خلينا نتكلم مثلا في العموم، مش عايزه افول على نفسي لان انا شخص هيلثي صحي، بحب الرياضه، بحب الاكل الصحي، متبع نظام صحي غذائي او صحي بصفه عامه، هيلثي لايف ستايل بصفه عامه في كل حياتي. فخلينا نفكر كده، احنا كبني ادمين حاطين دايما في دماغنا ان جده او تيتا او بابا وماما هم كبار في السن، لازم بيخشوا فتره المستشفى بيقعدوا شهر شهرين ثلاثه اربعه، ممكن يقعدوا سنه في المستشفى. طيب خلينا السنه دي او الشهر شهرين ثلاثه اللي بتقعدها في الستينات، اوكي، لو خدنا كل يوم 20 دقيقة من السنة دي او من كام شهر اللي انتوا بتقضوها، يعني ربنا يبعد عنكم، يعني الجدة او الناس الكبيرة بيقضوها في المستشفى، هناخد منها 20 دقيقة كل يوم، تمام، ونروح نلعب شوية رياضة، هيفرق معاكم. بالعكس بدل ما تروح المستشفى، تمام، وتقعد فيها بالشهور، اسحب الوقت ده، خد الوقت ده استثمره بشكل اخر في سن صغير. يعني روح اشترك في جيم، روح اتمشى، ودي مثلت ان انت تبقى في الطبيعه، والاكتيفيتي اللي دكتور كريم عاملها في معسكر هارمونيكا جنب الشلالات وجنب الانهار بيعمل اكتيفيتي حلوه جدا. روح كل يوم اتمشى شويه، جوجنج 20 دقيقه، يعني مش حاجه كبيره، تمام. الفلوس اللي انت بتدفعها، انت اول ما تدخل المستشفى، اول ما تدخل على باب المستشفى بياخدوا منك الكريدت، يسحبوا منك 10,000 جنيه. انت لو جمعت فلوس ال 10,000 جنيه دول، يعني انت لو بتروح الجيم من سن 18 سنه او وات ايفر لغايه ما يبقى عندك 60 سنه، انت مش هتصرف في الجيم ال 10,000 جنيه او ده اول دخله، يعني بعد كده المستشفى بتسحب 60 و70 و80 الف جنيه. فانت لو يعني انا بتكلم في حاجات يعني البدائل، هي مش بدائل، حتى ما ينفعش اسميها بدائل، اللي هو احنا بنعمل يعني زي فيجن بنشوف، يعني احنا دلوقتي بنتحرك للمستقبل، تمام. انا لما هبقى كبير في السن هبقى عجوز وهحتاج اروح المستشفى واصرف فلوس كتيره جدا، طيب ارجع تاني، تمام، اوكي، الفتره اللي انا هقعد في المستشفى وانا فوق الستين انا هستثمرها من دلوقتي، انا هعمل ريفريم ليها، بدل ما اروح المستشفى انا هروح الجيم من سن صغير ومارس الرياضه، والفلوس اللي بدل ما هدفعها في المستشفى 60 و70 و80 الف جنيه في المستشفى، ربنا يشفي يعني يبعد عن الناس كلها، لا انا هستثمرها في صحتي. استثمر ازاي؟ اكل اكل صحي، اطبخ لنفسي اكل صحي، اخلي الثلاجه بتاعتي مليانه خضار وسبانخ وماتشا وسوبر فود، وهعمل لكم حلقه عن السوبر فود قريب جدا، ودي انا تجميعه واخداها من دكتور كريم علي برضو عن السوبر فود، وعندي كده زي درج مليان سوبر فود بصراحه من احلى الحاجات، هعمل لكم حلقه عليها، ولو عايزين حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتس تحت، ولو عايزين الحلقه اللي بعد دي تكون عن السوبر فود اكتبوا لي، تكون الحلقه اللي جايه، تمام. ف
فخلاص احنا رجعنا بالزمن، بدل ما ادخل المستشفى اروح الجيم، بدل ما ادفع فلوسي للمستشفى هدفعها في الجيم والرياضه والاكل الصحي السليم، تمام؟ بدل ما اروح اتخيل ابرمج عقلي كده، لان خلوا بالكم برمجه العقل برضو يا جماعه حاجه خطر جدا، ان انتوا يعني حاجه مهمه جدا، يعني لازم برمجه عقلكم ان انتوا بتفكروا في ايه، لان اللي انت بتفكر فيه ده اللي هيتحقق، تمام؟ فانت لو متخيل نفسك وانت عندك 60 70 80 سنه، او متخيله نفسك 60 70 80 سنه، هتبقي تيت عجوزه ومش قادره وعندك خشونه ووجع في ظهرك وماشيه بعكاز، ده اللي هيحصل يا حبيبتي. انا بتخيل نفسي لما يكون عندي 50 و60 و70 سنه زي بيونسي مثلا. ايه يا جماعه، ليه 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 دايما الشعب كده مكعور ومدور وماشي بعكاز وعنده خشونه وعنده الام المفاصل وعنده وجع في رجله وعنده اللي هو اكتر حاجه جلطات القلب والجلطات بصفه عامه منتشره جدا الايام دي، ومرض السكر ده بقى يعني بقى عادي ان انا اقول عندي سكر. ليه ليه ليه؟ لازم تبرم، اول حاجه لازم تبرمج عقلك على النظام الصحي، الحياه الصحيه، فترجع للطبيعه، تاكل اكل صحي، تمارس رياضه، وتعبي مخك بالبوزيتيف فايبس. ودي رابع نقطه هتكلم عنها، العقل. العقل زي ما انت بتاكل جسمك اكل هيلثي، لازم تحط في دماغك افكار هيلثي، تمام؟ زي ما بتغذي جسمك لازم تغذي عقلك. اغذيه بالقرايه، اغذيه ان انا اتفرج او اتابع ناس ناجحه واحس ان انا عايزه زي الناس دي، يبقى الموتيفيتور بتاعي، يبقى المنتورز بتاعي. يعني دكتور كريم علي من احد المنتورز بتاعي، الجايد بتاعي للحياه، تمام؟ بثق فيه جدا وباخد كل كلامه عن ثقه. حاجه مهمه جدا في برمجه العقل يا جماعه، زي ما اتكلمنا عن الثقه بالنفس والقرايه وازاي بتغذي عقلك، الرياضه. الرياضه بتزود الثقه بالنفس مليون الميه. انا ثقتي، انا ابتديت الرياضه في سن كبير، انا بعد 28 سنه جه فتره كده كان عندي اكتئاب شديد جدا، وكنت وحيده، يعني ما كانش في حد بيسبورت لي خالص، فقلت خلاص انا عشان اطلع من الاكتئاب ده، بدل ما انا قاعده في اوضتي بعيط، تمام، انا هروح اتعلم لغه جديده، تمام، انا هروح الجيم، انا كنت بحب ركوب الخيل جدا، تمام، فقلت هروح اتمرن فروسيه على شويه جيم على تعليم لغه جديده. درست الفرنسيه سنتين ودلوقتي بتعلم لغه جديده اسباني، فانا بتكلم كده اربع لغات. فاتعلمت الفروسيه، خلصت الفروسيه، رحت اتعلمت سباحه، خلصت السباحه، رحت اتعلمت سكيت، وهكذا. فالنقطه الخامسه اللي هنتكلم عليها دلوقتي الرياضه، وبرده دكتور كريم من الحاجات اللي بيشجع فيها، واصلا قناته قبل ما تكون عن الطب هي عن الرياضه، يعني هو بيتكلم كتير جدا عن رحلته في الخسسان وفقدان الوزن. انا من الاشخاص اللي فقدت 20 كيلو لوحدي بدون مدرب بدون اي حد، انا كنت بس بعمل سيرش اكل ايه وما اكلش ايه، كنت كل يوم عندي كوميتمنت ان انا اروح الجيم، كل يوم اروح الجيم بتفرم يا جماعه. وانا من للاسف جسمي حسب الوراثه بتاعتي ممكن ابلكوا رفيعه، بس نسبه الدهون كانت عندي عاليه، تمام، والمصل كانت عندي واقعه، وكمان حاليا انا لسه في مرحله استجنيشن كده، جسمي ثابت مهما ما باكلش مهما بعمل رياضه، هو وزني ثابت الفتره دي. فده طبعا لسه بذاكر له وبتابع له وبشوف دكتور كريم عمل ايه لما هو كان في المرحله، لان الفتره دي كل الناس اللي هم متابعين رحله فقدان وزن لازم بيمروا بمرحله اللي هي الثبات الوزن مهما تعمل. فالرياضه حاجه مهمه جدا، حتى لو انا ما بخسش بروح العب رياضه، بحب الرياضه جدا، لان يعني بتزود ثقتي في نفسي جدا. لان انتوا تخيلوا لما انتوا تقولوا انا فقدت 20 كيلو، نفسكم بتحسوا ان انتوا I can do anything، انا بقدر اعمل اي حاجه على الكره الارضيه، يعني بتحسوا كده ان انتوا سوبر باور، سوبر هيرو في نفسكم لما بتحققوا جول او هدف كان بالنسبه لكم كبير قوي، خاصه لما بتشوفي نفسك بيفور اند افتر، يعني لما كنتي قلبوزه وتخينه وخسيتي، بتحسي يا جماعه بتحدي، انا كسبت التحدي، الناس كلها كانت بتعزمني على ماكدونالدز وكنتاكي وي وي وي، وانا اقول لا انا مش هاكل ده، انا متبعه نظام صحي، ومهما اللي حواليا بياكل غلط وبياكل جانكو، يا ست عيش النهارده وموتني بكره لا
اعيش حياتي صح، اعيش حياتي صحيه، اعيش حياتي ناجحه، تمام؟ لا اما حياتي بالنسبه لي ما تهمنيش، لازم اكون انسانه ناجحه واي حد يستاهل النجاح، لان النجاح طعمه حلو جدا جدا يا جماعه. طيب الرياضه، الرياضه دي حاجه اساسي، لانها مش بس الافكت بتاعها بيبان على الجسم، لا بيبان على النفسيه، نفسيتك بتتحسن كتير جدا. لما تكوني متضايقه ومتعصبه روحي الجيم تكسري الجيم، ارجعي تحسي ان تالت حاجه بيأثر على جوده النوم، بتحسي ان انت بتنامي زي الملائكه، تمام؟ طبعا بيديكي بادي فيجر حلو جدا جدا. بس اهم حاجه انا استفدت منها من الرياضه ان الثقه بالنفس، ثقتي بالنفس كبرت مليون المية، ودي دايما هتلاقوها في دكتور كريم، عنده ثقة يا جماعة. انا بصراحة لغاية دلوقتي انا ممكن اقعد اتكلم عن ثقة دكتور كريم في نفسه من هنا لاخر عمري. سادس حاجة برضو من الحاجات اللي اتعلمتها طبعا من دكتور كريم طبيب الحياة، وهو السوبر فود. طبعا فيديوهات دكتور كريم مدرسة كبيرة جدا جدا، ودايما انا بتفرج على الفيديو كذا مرة، بيتكلم على الجمال، بيتكلم على البشرة، بيتكلم على الهير، بيتكلم على الصحة، يعني رابط كل حاجة بالصحة، سواء رياضة، سواء أكل، سواء حياة، سواء عقل، فكل ده فلازم تستفيدوا منه على قد ما تقدروا بصراحة. قناته يعني إضافة كبيرة جدا جدا جدا، ومفروض تدرس في كلية الطب كمان، لأن من الحاجة احنا اتعلمنا حاجات كتير جدا جدا غلط، وده مش عيب، بس العيب ان احنا نقاوح ونقول ان احنا ناخد الحاجات اللي احنا اتعلمناها غلط ونكمل عليها. لان ساعات برضو على سبيل المثال ساعات دكتور كريم بيتكلم في مواضيع بعد كده العلم بيتغير، بيرجع يغير يقول يا جماعة لا الاصح كذا، هو ما تعملوش تاني، ما تعملوش ده، بس انا اكتشفت طريقة جديدة احسن واصح والعلم اثبتها. فعادي ان احنا نعمل ادابتيشن، او ان احنا سوري مش ادابتيشن، ان احنا نعمل امبروفمنت لعقلنا وتفكيرنا، وعادي ان كل حاجه تتغير بمرور الزمن، ده طبيعي جدا لان العلم بيتغير. ففيديوهات دكتور كريم عن السوبر فود دي حاجه برضو اضافه كانت جامده جدا. يعني بقيت اصحى الصبح اشرب ماتشا تي بسبب انا قريت الفوائد عنها، الاصاي او البيرز دي حاجات هاي انتي اوكسيدنت عاليه جدا، لازم بدخلها في مدار اليوم بتاعي. اتكلم عن اهميه الافوكادو والشيا والكركم، فالحاجات دي كلها لازم ترجعوا لها وتتفرجوا على الفيديوهات دي، لان فعلا احنا بناكل، يعني انا مثلا باكل وجبتين في اليوم، بس في العاده بقيه البني ادمين بياكلوا على مدار اليوم، لان انا بعمل انترميتنت فاستنج، فباكل مرتين في اليوم او حاجه لما بجوع، باكل في النص كده سناك خفيف، وبتبقى حاجه صحيه، يعني بشرب شيا او باكل شيا وبشرب حاجات صحيه. فان انتوا ترجعوا الفيديوهات دي حاجه يعني اضافه جامده جدا ليكوا ومفيده جدا، لان يعني معظم الوقت الانسان مضيعه في الاكل. فلازم تعرف انت، لازم تعرفي انت بتاكلي ايه وتتعلمي ايه اللي تاكليه، لان زي ما بتخشي الكليه عشان تتعلمي علم معين، تمام؟ انت لازم تتعلمي علم الاكل، لان اكلك ده هو بيخلي جسمك كل يوم، فهو اللي بيبني جسمك، فلازم تدرسي الاكل كويس وتفهمي. فدكتور كريم مرجع حلو جدا لاي حد مهتم بالصحه والاكل الصحي. اخر نقطه اتكلم عنها، يمكن دكتور كريم ما اتكلمش عنها كتير او ما عملش حلقه عنها، وهي اهميه المساج. يمكن في مجتمعنا الشرقي المساج مش افيلابل قوي واسعاره عاليه جدا ومهمل للاسف جدا 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 جدا. انا شايفه المساج اهميته من اهميه النوم مثلا. انا مش بقول ان انت كل يوم محتاج تروح تعمل مساج، بس على الاقل لازم تعمل مره في الشهر. المساج حلو جدا جدا. ميزه البالي هنا ان المساج متوفر، يعني في كل 100 متر في مساج سنتر، في سبا سنتر، اوكي؟ والاسعار تشالنج، يعني الاسعار حلوه جدا ان انت تروح، يعني ممكن بالاسعار هنا في بالي ممكن تروح تعمل مساج كل يوم، بيتكلف مثلا تقريبا 200 جنيه مصري، وفي حاجات ارخص من كده، ممكن كمان الساعه ممكن تعمل 150 جنيه، فبس على حسب بقى انت بتجرب كذا حد او بتجربي كذا حد،
وبتشوفي مين اكتر ايد انت حاسه ان انت فعلا استرخيتي معاه. طبعا المساج بينشط الدوره الدمويه وبيخلص الجلد من السموم، الجسم من السموم سوري، وبينشط الجهاز الليمفاوي واللي هو يعني جهاز مهم جدا ان هو يخلص الجسم من التوكسينز الموجوده فيه، خاصة الناس اللي بتمارس رياضة كل فترة والتانية. في الأول هتحس بشد عضل ووجع وتعب، وأنا الأيام دي عشان بمارس يوجا فاليوجا بتاعتي تشالنجينج شوية عن ما جسمي متعود عليه، لأن أنا زي ما قلت أنا بدأت ألعب رياضة في سن 28 سنة، فجسمي ما كانش فيه، وأنا صغيرة ما كنتش بلعب أي حاجة. أنا من تعليم حكومي، بيئة من يعني بيئة متوسطة الدخل، أو أهلي كانوا متوسطين الدخل، فما كانش عندنا المينتاليتي اللي هو لازم تروح تلعب في النادي الفلاني، او عندنا حصه، احنا كانت حصه الالعاب بتاعتنا بيسمونا بس زي المعيز كده نلعب في الحوش. فما كانش عندي اي باك جراوند رياضيه جدا، لكن انا دلوقتي سالوني على الرياضه ممكن اقعد اكلمكم بالساعتين والثلاثه والاربعه، وبحب الرياضه جدا والحمد لله. دلوقتي انا بقيت مدرسه يوجا، وحاليا بدرس 300 ساعة اونلاين عشان ابقى 500 ساعة يوجا تيتشر، مدرسة يوجا. زي ما اتكلمت، اليوجا يا جماعة مش تأمل وقعدة، اليوجا تحدي للجسم كبير جدا، محتاج فليكسابيلتي ليونة عالية جدا، محتاج سترينث قوي جبار، ودي اللي اتفاجئت بيها ان اليوجا يعني بتحس ان في حركات كتير جدا ما بعرفش اعملها، او انتم ممكن تشوفوا بوز معين او احنا بنسميها اسنا اللي هو الوضع معين اللي هو الوريور، او ده انت ما يعني انت ما تقدريش تعملي له هولد مده طويله، هتحسي بوجع. فده بتقولي ايه ده يعني انا ضعيفه قوي للدرجه دي. فبتكتشفي ان اليوجا تشالنجينج جدا، وتشالنج حلو جدا جدا للجسم، وجسمك بيستفيد منه. انا يعني حاليا انا قلت لكم ان انا في مرحله ثبات في الوزن، بس وزني ما بدأش ينزل لما بدأت أركز في اليوجا. يمكن الأيام دي ما بروحش الجيم، بس مركزة كل يوم الصبح، أصحى الصبح ألعب ساعة يوجا وأعمل شوية يعني أعمل مع نفسي ورك شوب فليكسبيليتي كده عشان أقدر أفتح اللي هو السبليتس، وأقدر أعمل الباك بند، وأقدر أعمل الكروبوز والكلام ده كلها. فدي كلها تشالنج حلو جدا لجسمي، بتشوفوا إن الجسم كمان لما بتلاقي في حركه انت ما كنتيش بتعرفي تعمليها وبقيتي بتعرفي تعمليها بتحسي ووهو بالانجاز. فممارسه الرياضه خاصه في الاول، او حاجه جديده بتعمليها على جسمك، لان الرياضه تعتبر استرس على الجسم، وستريس حلو في بيديكي بوست بيفيد عليكي فيدباك على الجسم. ف ان انت تعملي مساج، انا بعمل مثلا مره في الاسبوع، لان زي ما قلت هنا في بالي المساج متوفر جدا وحاجه طبيعيه جدا، لان في بعض الكالتشر المساج عيب جدا وحاجه مش محببه. لكن هنا المساج متوفر، والبالينيز بيبو للستات بصراحه شاطرين جدا 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 في المساج، بحس ايديهم يعني بتخش بتوصل لكل حاجه، بتوصل للعظم جوه العظم كمان بيسمع. فبعمل كل اسبوع مساج، والمساج مهم جدا، ودي كانت من الحاجات برضو اللي دكتور كريم اتكلم عنها، بس اتكلم عنها في حته صغيره كده الدهن، ما عملش حلقه، ما اعتقدش ان هو عمل حلقه عن المساج. اكتبوا لي لو هو عمل، ممكن تعملوا لي تاج لللينك لو عمل، بس انا متابعه كل حاجه لدكتور كريم، ما اعتقدش ان هو عمل حلقه عن المساج، بس ممكن اكون غلط، ممكن اكون 10% غلط، فاعملوا لي تاج لو هو اتكلم عن المساج. ففي احد الحلقات هو اتكلم عن المساج، ايه ده انت عنه واهميته، من ساعه ما هو قال انا بدات اعمل مساج. يمكن انا في مصر كان اسعار المساج بالنسبه لي غاليه جدا، فكنت بعمل مره في الشهر او مره كل شهرين. وبرده من الحاجات المهمه جدا السونا يا جماعه، الحمام البخار، او ان انتوا تروحوا تعملوا ستيم، اللي هو الستيم اللي هو البخار، والسونا اللي هو الاوضه اللي هي فيها درجه الحراره الهوت، درجة الحرارة حر جدا، بتعرقوا، دي برضو مهمة جدا. لو تقدروا مادياتكم تسمح، دي برضو من الحاجات الاستثمار، بدل ما تبقى عندك 60 و70 سنة تروح تصرف فلوسك في المستشفى، لا استثمرها من بدري وانت صغير في السن، ان انت تروح تعمل اشتراك في سبا. في سباهات اسعارها بتبقى يعني على حسب يعني
متوسطين الدخل ممكن يقدروا عليها، او لو انت مش قادر كل شهر شهرين حاول تحاول بدل ما تروحي تقعدي على الكافيهات وتشربي كابتشينو في كوستا وتاكلي ماكدونالد، حوشي الفلوس دي وروحي استثمري ان انت تروحي تاخدي جلسة سبا، جلسة مساج مع سبا، ان انت تروحي تعملي تدخلي الهوت روم او الستيم او تخشي حتى الجاكوزي. فانا مثلا كنت مشتركه في الجولد جيم، وبعد كده اشتركت في الهيلتون جيم لان هو كان جنب بيتي في مصر يعني، فكنت عامله ممبرشيب، فكنت اقدر بعد ما بخلص الجيم كنت بروح اقعد في الستيم روم، او كنت اروح الجاكوزي شويه لو انا مش هعمل مساج، فكنت اقعد في الجاكوزي. جاكوزي برضو بيدلك كده ببساطه يعني على جنتل واي، بطريقه جنتل قوي. فدي برضو من الحاجات اللي انتوا لازم تستثمروا فيها، تستثمروا فلوسكم بشكل بوزيتيف بيعود على صحتكم. وفي الاخر احنا عايشين في هذا الجسد وهذا العقل، فلازم انتوا تشتغلوا على الجهتين سواء عقلك او جسدك، وروحك برضو دي حاجه مهمه تشتغل عليها. فزي ما قلت دكتور كريم ده مدرسة كبيرة جدا، طبيب الحياة، احنا فخورين بيك جدا، وانا فخورة ان انا احد تلاميذك. يمكن احنا بتشوف ما تقابلناش، زي ما انت عامل معسكر هارمونيكا انا عاملة معسكر بتاعي في بالي، انا قاعدة في بالي بتاع دلوقتي بقالي 4 شهور في بالي. اول ما وصلت بالي انضميت، دخلت كورس يوجا، اتعلمت اليوجا وبقيت يوجا تيتشر، 200 اور يوجا تيتشر، حضرت في المدرسة. وبعد كده دلوقتي انا ما زلت قاعدة في بالي بشتغل اونلاين الشغل بتاعي، بلس ان بدرس 300 ساعة يوجا تيتشر تريننج اونلاين. اللي فاتت اتكلمت على سوزي الزهار وهي برضو من احد الاضافات، عامل لكم لينك الحلقة فوق. فنصيحتي دايما ان انتوا تتابعوا سواء دكتور كريم او سوزي الزهار او الناس اللي انا هتكلم عنها في الحلقات الجايه، لان الناس دي غيرت لي مجرى حياتي للاحسن والافضل، وكل كلمه بوزيتيف هم ضافوها لي لحياتي. هتلاقوا ان الاحلام بتاعتكم سهل ان هي تتحقق طول ما انتم متابعين ناس ناجحه وبتشوفوا. هو طريق النجاح مش سهل، الطريق صعب جدا بس ممتع، الرحله ممتعه جدا يا جماعه، والوصول للنجاح يعني احلى لذه في الحياه. فيستاهل التعب ان انتوا تتعبوا كتير جدا عشان توصلوا للهدف. طبعا انتوا لازم يعني انتوا بيكون عندكم اهداف كتيره جدا مش هدف واحد، بس كل ما بتوصلوا للهدف من الاهداف دي بتحسوا بنشوه النجاح، وهي احلى حاجه في الحياه. فزي ما دكتور كريم عامل معسكره في هارمونيكا انا عامله معسكري في بالي. مش كل حد يعني، ما تصعبوش الامور على نفسكم، ومش كل حاجه ان انتوا تتمنوها ومش تقدروا توصلوا لها تستغنوا عنها. يعني انتوا لو حابين، لو بتتمنوا ان انتوا تنضموا مثلا لمعسكر هارمونيكا وانتوا الماديات بتاعتكم ما تسمحش، انت ممكن تعمل معسكره في اوضتك حتى في عقلك يعني. فما تخلوش دايما تستغنوا عن حلمكم او عن حاجة انتوا بتتمنوها عشان في عندكم ليميتيشن في حياتكم سواء ماديا او عائليا او سياسيا او whatever، ان انت مش عارف تسافر او ان انت مش عارف تطلعي بره البيت او ان انت مش عارفة تتحركي براحتك. لا، انت ممكن تعملي معسكرك حتى في اوضتك، تمام؟ ده كله بينطبق انت عاملة فولو لمين ومتابعة مين. لما بتفتحي موبايلك او اللابتوب بتاعك، الناس اللي انت بتابعيهم دول يعني دول المنفذ بتاعك. لو انت مش قادره تسافري او مثلا عيلتك صعبين شويه مش بيسمحوا لك بالسفر والتحرك، وان انت مثلا تقدري تروحي تتفسحي في مكان طبيعي، او ان انت تروحي جيم او 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 ان انت معكيش ماديات ان انت تستثمري او ان انت تشتري اكل سوبر فود او الكلام ده، ما تستغنيش عن الحاجات دي، هتلاقي بدائل مناسبه ليكي وحاجات. يعني اهم حاجه ان انت ما تستغنيش عن هدفك او حلمك. يعني مش كل حاجه تتمنيها تقولي انا ما اقدرش اعملها، لا، انت تقدري تعملي كل حاجه، انت تقدري تحققوا كل حاجه في حياتكم، بس لازم برضو تغيروا طريقه التفكير، ودي حاجه مهمه جدا ان انتوا دايما تتابعوا الناس الناجحه عشان تعرفوا هما نجحوا ازاي. وهما دايما الناس الناجحة دايما بتحب تاخد الناس التانية بايديها وتساعد، زي دكتور كريم او الناس التانية اللي هي موجودة على اليوتيوب وانتوا متابعينها. فلازم تفولو الناس دي
لان جاست ان انتوا بتتفرجوا عليها هي بس يعني محفز كبير جدا وبيخليك اللي هو انت تقول يعني هما بيدوك 50% من النجاح او سوري مش 50% يعني بيدوكوا بوش 50% وانتوا 50% التانية عليكم ان انتوا تقوموا وتتحركوا وتحققوا اهدافكم. اتمنى ان حلقة النهاردة تكون مفيدة ليكم. دكتور كريم لو انت صبرت عليا واتفرجت على الحلقة لغاية دلوقتي انا عارفة ان انا لغيت كتير جدا بس اعمل ايه، انا اتعلمت منك كتير جدا، فانا عندي القدرة ان انا اقعد اتكلم بالخمس والعشر ساعات عن الحاجات اللي انا اتعلمتها منك، فطبعا انا مشكورة جدا لكل حاجة اتعلمتها منك يا طبيب الحياة. ومتابعين الحلوين لو انتوا عندكم اي اسئله او استفسار عن اي حاجه، عن معسكري في بالي، عن اللايف ستايل بتاعي الصحي في بالي، ازاي خسيت، ازاي متابع كورس اليوجا، ازاي عايشه حياه صحيه، اي اسئله اكتبولي. ولو حابين تتفرجي على صوري واللايف ستايل بتاعي، فيديوهات اللايف ستايل بتاعي انا بنزلها على الانستجرام بتاعي، فتابعوا الانستجرام بتاعي واعملوا اشتراك للقناه دلوقتي وفعلوا جرس الاشعار عشان اي فيديو انزله يوصل لكم على طول. Love you all. أشوفكم في حلقة جديدة.